بقى عملوا مسابقه ازاي تعدي العجله من على الجسر الصغير قوي 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 ده. الراجل ماسك نفسه وايه يعني برنس وماشي ماشي وانا ماشي 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 على السكه وانا ماشي. هيعملها ولا ايه؟ هيعمل. الناس كلها بتبص له بذهول. يا ولا العين فلقت الحجر يا ولا. هتوجع دلوقتي، انا حاسس انك هتوجع. لا ما وقعش. هيعملها ولا ايه؟ العين فلقت الحجر، خلي بالك. ايوه هيعملها وكاد ان يفعلها وما فعلهاش. انت مش كسبت ولا ايه؟ ده انت فقري، ده الفقر بيجي لك في اخر لحظه يا ابني. ده وعمال يعمل ايه كده وكده شويه هتجيبها هتخسر ولا ايه؟ يا ابني ده شكلك فاهم يا نصه. هتعملها ولا ايه؟ مش عارفين يا ولاد. هيعدي هيعرف؟ تفتكروا هيعرف يعملها ويعدي ويكسب؟ ها هو مسك نفسه شويه يمين شويه. يا ابني ده فاضل تكايه. طب ارجع لورا طيب وزقها اي عد طيب. الناس بتشجعه يعني. الراجل اللي جوه في الترعه اللي وقع ده عمال يشجعه ويسقف له. هتعملها ولا ايه؟ خلاص كده وقفت ولا ايه؟ يا ابني قلت لك العلم فلقت الحجر. كنت تقرا المعوذتين ولا حاجه وانت طالع اهو. وقفت عطلت اهي العجله واديك واقف ولا عارف تروح يمين ولا شو. خسر يلا.